يعني قرار السياسي كلش ضعيف، يعني مو هذا القرار السياسي مال العراق، قرار السياسي ضعيف. يعني لما مثلا يجي الامريكي يعطل عندك هاي مسألة الاتفاق، تعالوا ما يخالف انا ما عندي مانع، تعالوا نفذوا لي مثل ما تريد الصين تنفذ لي. وهاي طبعا صارت في وقت الاستاذ قاسم الفهداوي عندما كان وزير كهرباء، وكانت سيمنز قد حضرت الى العراق بناء على مذكرة تفاهم ايضا مع الدكتور حيدر العبادي. فلما جاءوا حتى يحولون المذكرة الى اتفاقية حتى نخلص من أزمة الكهرباء في غضون سنتين فقط، في غضون سنتين كانوا سيمنز مقررة أن تجعل العراق حقيقة يصدر كهرباء، وليس مثل ما حدث بمصر المصرية من بعدنا ويجوز أكثر، لأنه ميرجل أوصتهم. أنا قعدت ويا المهندسين قعدة خاصة، ما كنت تابع إلى جهة، بس بهيئة المستشارين أعمل ملف المفاعل النووي العراقي اللي انضرب. فاللي اللي اللي حصل انه ميرجل تقول لهم مو ترحون بس على الكهرباء، اذا تقدرون تبنون مستوصفات، اذا تبنون مدارس، اذا تقدرون تعملون اي شيء الى العراق عملوا. واجوا جمعوهم من كل دول العالم، وعمليه جمع سيمنز من كل العراق من كل العالم امر ليس سهلا. لما وصلوا قالوا لهم ما نقدر نوقع، وفشلت الجهود. بعدين بدت شركتين تتنافس، جي اي لو اي جي، هي هاي الأمريكية جي اي، يمكن جنرال إلكتريك، جي اي جنرال إلكتريك، وهي شركة عملاقة، يعني ما منكورة، هي شركة عملاقة، شركة التوربينات والمضخات مال الطائرات الضخمة العملاقة، هي مو شركة يعني سهلة. وياها سيمنز. فايش سوى قاسم الفهداوي؟ قسم العقد قسمين، قسم انطال جنرال إلكتريك والقسم الثاني انطال الى سيمنز حتى يرضي الطرفين.